في رصيده، خلاص مضمونة. هلا وسهلا، استرح استرح. يلا عطونا المركز الثالث. من هو؟ اوه وهايط. طيب المركز الثالث بتصويت الجمهور خلال الساعة الذهبية اللي متدبل فيها الصوت صوتين وحصل على 1000 نقطة حلال زلال عليه في رصيده إذا دخل البرنامج هو المتسابق ناصر البريك. والله انه قال لي ناصر تدفع. انا مالي علاقه، في واحد قال لك ابو نايف. الدنيا بخير يا ناصر، باقي بخير. باقي 7 ايام. قل لا اله الا الله. باقي سبع ايام ينتظروا. طيب تقدر تصرح من هو اللي قال لك؟ لا. ليه؟ بس وين اللي يقول انا الرجل الشجاع الهمام اللي ما شاء الله؟ انا للحين هنا. ما حد. طيب المركز الثالث ناصر آل بريك، مبروك عليك 1000 نقطة في رصيدك. لا زالت الأيام جاية، لكن الفرصة هذه تكرر أو ما تكرر ما أعلم. المركز الثاني حصل على 1500 نقطة، هو المتسابق. طبعاً 1500 خلاص مضمونة، لكن الموازين ممكن تنقلب مع الأيام الجاية، لكن فرصة مضاعفة الأصوات هذه فرصة ما أظنها ممكن تصير، ما أعلم، ما أدري. المتسابق اللي حصل على المركز الثاني وصار بصيص الأمل عنده لدخول البرنامج أكبر وأكبر هو المتسابق الرزقي. كنت أي مركز؟ الأول. لا لا المرة الأخيرة يوم أعلنت قبل شوي. لا الثالث. كنت الثالث وارتفعت إلى الثاني وأخذت مكان. زيد عطوني وقت شوي. ناصر آل بريك. عطني زيد دقيقتين. انتهت خلاص، انتهى الوقت. لكن التصويت لا زال مستمر ترى يا جماعة الخير. لكن الصوت بصوت. الصوت بصوت، المجال لا زال متاح. 1500 مبروك، تستاهل في رصيدك. الله يبارك في أيامك، يطول عمرك. تمم رب العالمين ودخلت البرنامج فقادر تستفيد من 1500 نقطة في رصيدك. يطول عمرك. المركز الأول لبيك. نبي 10 دقائق فقط. طيب سمعتك يا كنترول، لبيك. نبي تمددونها 10 دقائق إذا معك أمر. ما عاد في طارت الطيور برزاقة. لا التصويت لا زال مستمر يا جماعة الخير. ها؟ لكن الصوت مقابل صوت، خلاص، يعني فرصة المضاعفة ممكن تتكرر الفقرة مرة ثانية ما أعلم. المتسابق اللي حصل على المركز الأول وبصيص الأمل عنده لدخول البرنامج صار أكبر وأكبر من أمل الرزقي هو المتسابق سلمان. مو بسلمان، سالم جديع برضو كمان. لا لا سلمان سيف سلمان سيف. طيب أنتم يا جماعة خير تقولون فلان وفلان وفلان وفلان. طيب المج سلمان. طيب المجموعة الثانية سيف سلمان. يمكننا واثق وساكت ترى عادي عطهم مجال. المجموعة الثانية لهم نصيب الأسد ترى برضو كمان. عشر قام للمتأهلين. لكن النصيب هالمرة هذه صار من صالح مجموعتكم للمتسابق سيف سالم. أبي صرح رجيك صرح. خلص وقتي ساعدني. قولي كاريزما يا شباب ابغى سيف انا عشان الوقت. شباب مشاعركم وصلت. سيف تفضل معي يا سيف. جدي تفضل يا سيف. تعال يا سيف. شباب تسمعون مني نصيحة؟ تسمعون مني نصيحة من أخو يعني عاش في برامج الواقع أكثر من 13 سنة؟ ترى الجمهور والله العظيم أنه يدري باللي بقلوبكم. استغفر الله وتوب إليه، مو علم غيب لكن أتكلم كمشاعر تبين من خلال المواقف. فيعرفون كل واحد منكم ترى له تقدير لخويها الثاني، فما يحبون كثرة السلام 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 في كل حاجة. اللي حوله محيطين من سيف ولا أيا يكن اللي حصل الخير سلموا عليه، أما الجميع فأنت تأخذون من وقت المشاهد إلا في أوقات الريالتي فالأمر لكم أنتم. الله يقويكم. وسيف كلنا نحبه، ما هو بس أنتم اللي تحبونه. سلام عمرك طويل سيف. تفضل.
بيض الله وجيكم يا جمهورنا العزيز. والله لا يهيكم وبيض وجيكم. خلصت؟ اسلم. بيض الله وجيكم واذكروا الله وقولوا ما شاء الله ولا اله الا الله. ما شاء الله. انا اعلن وكل يوم اعلن ان الرقم ما راح يتغير. سيف الاول الاول الاول. كلمة الاوايل لنا الله يرضى عليكم. مبروك يا سيف وتستاهل. ومبروك للرزقي ومبروك لناصر 2000 نقطة و1500 و1000 نقطة. ومبروك لكم جميعا انكم داخلين قلوب الناس ونبشركم انكم ترند ودائما ترند ودائما بقلوب الناس. يعطيكم الصحة والعافية. لبي اقول مرة مرة شكرا يا جمهوري. بيض الله ما بعد شافوا شيء والجاي اجمل واجمل. تستاهل تستاهل الطيب. ترى بالمناسبة سيف انا اعرفه في تجربة ماضية. الرجل هذا من انقى قلوب من انقى القلوب اللي انا شفتها. الله يطول عمرك. والله شهادة اعتز فيها. معدن نظيف رجل طيب الله يوفقه. لكن اذا دخل البرنامج وبدا ما ندري لا يتغير الله. يصير فيه شوي خبث اعلامي شيء ما ادري. ما عليك ما عليك ان شاء الله اني اجملكم. موفق يا سيف عسى الله يحفظك. سم وش بتقول؟ اعطى فرصه اقول تعال استاهل ابراهيم استاهل. انا احس في نهايه اليوم تبغون فكس من كثر ما تصفقون. يديكم محمرة ما شاء الله. اسلم. بيض الله وجهكم يا جمهوري. انا اتوقع ما عندي جمهور لكن بيض الله وجههم وجمل الله حالهم ويبشرون بي. انا الاول فوق. طيب انا اطيح. طيب اقول لك شيء. المحلات دايم يحطون شعار على واجهه المحل يكتب لسنا الوحيدين ولكننا الافضل. يا خل شعارك انا احسن واحد بالمجموعه. انا ما احنا انا اقول فوق. انت تقول ما عندي جمهور. روح يا حبيبي روح روح الله يحفظك موفق. طيب يا جماعه الخير الوقت لا زال معكم الى الان. انا بترك لكم المجال بترك لكم اللايف. الجمهور لا زال بيعيش معكم وانتم بتعيشون مع الجمهور. امتعوهم بلحظات جميله لحد ما ينتهي البث. انا اسف جدا طولت عليكم اليوم. لبي انا ما عندي وقت والله. انا ما عندي وقت والله والله ما عندي وقت ما والله ما عندي وقت ما عندي وقت والله والله ما عندي وقت. لكن بترك لكم المجال الحين. ابد خذ راحتكم في وقت الريالتي. يعطيكم الصحه والعافيه. تصبحون على خير في امان الله. تعال 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 ابيك علي والله. اي طيب ابيك اروح معك باجيك بعد وهاجم العب البنكاس واحب رباع في الوقت والوقت خداع ودور الجدود لا يعلى. الله يبارك لك. الله يبارك عمرك.